حياكم الله من جديد. مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي ومساهمتها في نقل الأخبار والمعلومات وغيرها، إلا أنها تعد بيئة خصبة لنشر الأخبار المغلوطة والشائعات غير الصحيحة بكافة أشكالها وأنواعها وبشكل سريع، خصوصا ما يتعلق بالمعلومات الطبية والصحية التي يكثر البحث عنها أو تلامس درجة الأهمية لدى كثير من الناس. نحن هنا تحديدا نتحدث عن الشائعات المتعلقة بكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وغيرها، عافانا الله وإياكم، والتي يكثر تداولها بشكل متكرر في ظل شح وغياب مصادر تثقيفية موثوقة يجد فيها الباحث عن المعلومة الطبية ضالته بعيدا عن الاجتهادات السلبية. الحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الدكتور خالد الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان واستشاري جراحة الأورام. حياك الله معنا دكتور خالد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك. الله يحييك، فرصة سعيدة. وبالعكس خليني أبدأ معك أو أنطلق من أحد المنشورات اللي يروج لها ونسب محتواها للمؤتمر الطبي حول الأمراض الخبيثة في برلين، يمكنك اطلعت عليها دكتور. ضمن حقيقة كثير من التوصيات، أكيد أنك شفت التوصيات. وضمن 17 توصية يعني. نعم. الموجودة طبعا لازم المشاهد الكريم يعرف أنه احنا اطباء اورام، سواء جراحه او اطباء اورام او اطباء بالعموم، المؤتمر البرلين الاورام او الاورام الخبيثه ما له وجود. يعني لو تجي تبحث عنه في سواء في البحث بالعربي او بالانجليزي غير موجود، يعني ولا يعني لا تاريخ ولا مكان، هي فقط توصيات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. ولو رجعنا سوينا بحث في خلال الانترنت راح نلاقي هذه التوصيات كان لها ظهور ترى في عام 2017. مش الان، كانت اصلا لها نفس قديمه التوصيات. يعني نفس التوصيات تعاد في من عام 2017. حقيقتها من غير حقيقتها، صحتها من غير صحتها، يعني فيها اشياء تذكر لكن ليس لها علاقة مباشرة يعني في المسببات. طيب. السرطان أو هذا الشيء، يعني لو إحنا مثلا جينا 17 توصية اللي موجودة، يمكن لو نجي نتكلم على توصية واحدة من التوصيات إنه يقولك إنه الهواتف الخلوية مثلا أو الجوال صار هو مسبب للحساسية والربو، مو معناه نفسه هو الجوال أساسا. يعني أجل. الدراسات اللي في بعض الدراسات البسيطة جدا هو استخدام الجوال بصفة متكررة، وجود الجوال في جوبنا مع مواد التنظيف، تعلق هذه مواد التنظيف أو في الملابس في الجوال، تعرض الجوال مثلا في بعض الناس اللي عندهم حيوانات أليفة في المنزل، البكتيريا التصاقها بالجوال ممكن تسبب تكون مهيجات لأكثر والأقل. عشان كذا يفضل تنظيف الجوال اللي من كان عنده مثلا، لكن ما لها ذاك الخطورة يعني. لا لا لا، ما لها أي شيء، بس إنه كجوال إنه يسبب بربو أو حساسية غير صحيح. تقصد أنه مو الجهاز نفسه؟ لا لا لا، مو الجهاز بعيد عن التهم. لا لا، ما له أي علاقة. إذن الكلام هنا على الجوال نفسه، هو على الجوال وجود مثلا استخدام مثلا منظفات وضعته على سطح غير نظيف. تعرف كلنا الحين في ملابسك الغسالة التنظيفة فيها تلاقي بعض الحين زي بقايا التنظيف على الجوال. هذا تمسية تبغى تقول لي؟ بس برجع للتوصيات معك يا دكتور، باخذها واحد واحد، بس خليني اتكلم معك عن حقيقه المؤتمر. تبغى تقول لي انه هذا المؤتمر غير حقيقي؟ غير حقيقي، غير موجود. غير موجود بالبته. انا اتكلم عن نفسي، انا المؤتمر غير موجود من خلال البحث ومن خلال المعرفه. يعني في عندنا مؤتمرات طبيه جراحيه وفي مؤتمرات طبيه محكمه ومعروفه. أي محكمه ومعروفه، هذا المؤتمر غير موجود. طيب خلينا ندخل على التوصيات، ابغى اسمع منك التوصيات واحد واحد. قبل شوي تكلمنا عن واحده من التوصيات. نرجع عشان ما دام نحن في الجوال نجي عند الجوال. يعني بحث التوصيات طبعا هو افضل مني زملائي في اطباء القلب، انه الجوال مثلا وضع الجوال في الجيب الامامي هذا نسمعها مش الان يعني، بس مو مثبت علميا. ما في شيء غير مثبت علميا يعني انه هذا ممكن يسبب هذا، لان موجات الجوال موجات ضعيفه اصلا، يعني ما هي اللي ممكن تاثر على الانسان. نجي اذا كان في باقي للجوال، لا ما اعتقد انه في هنا باقي للجوال. في اشياء ثانيه مثلا اللي هو اعاده الاستخدام الزيوت في الطبخه، وهذا هذا الشيء احنا نعرفه يعني الزيت النباتي مهدرج.
يعني هو دائما يفضل عدم الاستخدام إعادة استخدامه يعني إلى مرة أو مرتين إذا كان مع المحافظ على نظافته تنظيفه من الشوائب حفظه في بطريقة سليمة. عملية إعادة استخدام المضارة طبعا هي يعني من خلال زملائنا في أطباء الأغذية أنه إعادة استخدامه تفقد قيمته العلمية، هذا واحد. شيء ثاني، إعادة استخدامه ممكن ما يكون عملية الحفظ له تكون سليمة ويصير هو أصلا مصدر للبكتيريا والأمراض للمستخدمين. هذه من بعض التوصيات حقت المؤتمر. هذا تكلموا عن الميكروويف واستخدام الميكروويف. الميكروويف بالنسبة للميكروويف ما في أي شيء مثبت طبيا هذا الشيء. كل الناس تتكلم على الموجات الميكروويف، موجات الميكروويف ما اعتقد انها ممكن تسبب ادخال الاكل بالبلاستيك وسرطنه صحيح. نجي على هذا البارت، الميكروويف ككل لها علاقه مثل الناس تتكلم على او النقد انه الموجات الكهرومغناطيسيه للميكروويف، طبعا ما في شيء مثبت انه ممكن تسبب اذى. فقط هو المشكله ما اعلنت عن السعوديه الجميع، الهيئه العامه للسعوديه للغذاء والدواء، انه عدم استخدام البلاستيك في الطهو في الطهي مثلا بالعاده. وجود ادخال البلاستيك او الطعام المغلف بالبلاستيك في الميكروويف يسبب تسربات من المواد البلاستيكيه للاغذيه، وهذه هي اللي تسبب المشكله، وهذا الشيء نبهت عليه الهيئه العامه للسعوديه للغذاء والدواء. تسرب هذه المواد للغذاء هل يسبب السرطان؟ هذه المواد تسبب لها مشاكل كثيره، يعني سواء مشاكل في الاعصاب، مشاكل في الهشاشه، زين. بس ولها علاقه في بعض المسرطنات، لكن ككل ما في، كان نجي نعدها كجزء جزء ما في شيء يعني مثبت لحد الان. لكن طبعا هذا الشيء نبهت عليه الهيئه العامه للغذاء والدواء، وهي دائما انا دائما انصح المشاهدين انه هي تكون المصدر المعلوماتي للإنسان. إذا كان حاب يتأكد من معلومة يدخل على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي المنصة اللي إحنا نأخذ منها التوجيهات في بعض الأطعمة واستخدام المواد الحفظ والتخزين الأطعمة. ماذا عن التوصيات الأخرى؟ في التوصيات طبعا هذا توصية معروف يعني مشهورة، والكلام هذا مشهور، السكريات تزيد الأورام سرطانات السكر، هم يقولوا هو هذا التوصيات. طبعا ما في شيء مثبت طبيا انه استخدام قطع السكر يخفض الاورام، ولا شيء مثبت طبيا انه في علاقه السكر والخليه السرطانيه تتغذى عليه. كل خلايا تغذى على السكر، المواد السكريه جزء، لانه يقولون يزيد اليوم تزيد الوضع. لا اخوك، السكريات او الكربوهيدرات هي جزء اساسي من بنائنا والتنظيم الغذائي. صحيح، بدونها ما يقدر الانسان، سواء خلايا حيه او غير حيه. في علاقه غير مباشره اللي هي مثلا مش السرطان، انه زياده الكربوهيدرات تزيد السمنه، السمنه تزود الاصابه بالسرطانات. هذه علاقه غير مباشره. يعني احنا نتكلم عن علاقات شرطيه يترتب عليها. صحيح، ترتيبات من الأشياء اللي هم بيتكلموا عليها، اللي هي مثلا هذا طبعا خاص بزملائنا أطباء القلب، اللي هو أنه فصل الشتاء يسبب زيادة النوبات القلبية. زيادة النوبات القلبية تكون دائما في احنا نسميها الاكستريم، الفصول مثلا. الصيف الحار، نقص المشروبات، الجفاف ممكن تسبب زيادة السرطانات. الشتاء البارد، عدم التدفئة، تقلصات للشرايين. كيف اشرح لي بس حبة حبة يا دكتوري؟ واحدة من توصياتهم اللي هم مثلا يقولوا انه مثلا فصل الشتاء يزيد اصابات نوبات قلبية. ايوه، هو طبعا افضل مني اطباء زملائي اطباء القلب ان احنا جراحين اورام. بناء على مراجعاتنا لهذا الشيء صحيح، هي ممكن النوبات القلبيه فصل الشتاء القارس ممكن يزود النوبات القلبيه، فصل الشتاء الحار جدا ممكن يزود النوبات القلبيه. ليش؟ يعني الاشياء في الصيف لانه يفقد السوائل، وعدم استخدام السوائل يسبب الجفاف، والجفاف يسوي صحيح مشكله. الشتاء لعملية انقباضات الشرايين
تزود الضغط، اوكي هذا الشيء، الضغط ممكن يزود نوبات قلبيه. ايضا استخدام بعض الاغذيه سواء عندنا او حتى في الخارج ومع بعض المشروبات من زياده الدهون ممكن تسبب نوبات قلبيه او ترفع الكوليسترول ونوبات قلبيه بطريقه غير مباشره. وبالتالي انت تنصح انه في يعني هو فترات التدفئة. الشتاء التدفئه ممتازه جدا خصوصا للناس اللي المعرضين لهذه المشاكل اللي عندهم ضغط وسكر ودهون، التغذيه شيء مهم جدا لهم. بعد عن الحليب المجفف والجبن السائل، لا غير صحيح، ما في شيء، ما له اي علاقه، ما في اي شيء مثبت لهذا الموضوع. يعني في عندنا مثلا من توصياتهم اللي هي نجي البلاستيك، طبعا البلاستيك او القسطير بالعموم، البلاستيك والقسطير اوضحت الهيئه العامه للدواء انه عمليه استخدام البلاستيك او الدواء في الطبخ مضر جدا. القسطير وضع لحفظ الأطعمة. الأطعمة لكنك ما الأطعمة تطبخ فيه من الجفاف وعدم عدم تغير نكهتها. أما أني أستخدم القسطير في الطبخ أو في إدخال الأفران تعرض المواد لدرجة حرارة عالية بناء على الهيئة العامة للدواء الغذاء والدواء ممكن يسبب تسريبات للمواد الضارة اللي ممكن تدخل مع الأطعمة وتسبب أذى للإنسان مع الوقت. البلاستيك شو البديل الآن من طيب مكان القسطير؟ احنا بالنسبة للقسطير ممكن تستخدم الأشياء الأواني نفسها، الأواني الطبخ تستخدم الطبخ بدل ما تستخدم القسطير. طيب لو خذيت أكل حار وضعته على سطح قسطير وبعدين غلفت الأكل فيه والأكل حار ما برضو ما في نفس المشكلة؟ ممكن توضع، لا ما هو نفس الفكرة، عملية الاستخدام الحار بس ما يكون حار اهم شيء. اي ما هي الحفظ، هي وضعت الحفظ الأطعمة فقط، بس اقصد انه اخذ الاكل الحار ووضعه على السطح القصير نفسه وحفظه بالقصير نفس المعادلة العالية، الاكل مطبوخ بدرجة عالية نفس الفكرة. يعني برغم ان هذا شيء من 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 اختصاص الهيئة العامة للدواء والغذاء والدواء، احنا ما نفتي بس احنا فقط نوصل معلومات اللي التوصيات الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم استخدام القسطير في الطبخ. فقط القسطير هو للحماية الأطعمة، تغليف الأطعمة وحمايتها. نجي على موضوع البلاستيك، هذا الشيء طبعا أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه البلاستيك أو استخدام الأكياس البلاستيكية في المواد الساخنة ونبهت على عدم استخدامها خصوصا في المخابز وهذه، لأنه نفس الفكرة في بعض المواد معادة تصنيعها ممكن تتسرب منها مواد مضرة في الإنسان مع الوقت. طيب نسمع كثير يمكن من مختصين وغير مختصين حقيقة يا دكتور، أطباء وغير أطباء، كل شيء صار يسبب سرطان. تتكلم عن وجبات سريعة تسبب سرطان، تتكلم عن طبخ تسويه بالبيت يسبب سرطان. هل هذه الدرجة؟ هو الواحد لو يجي الواحد أستاذي لو يجي يتابع وسائل التواصل الاجتماعي بالعموم بدون ما يرجع تتكلم عن أطباء ترى أو عن دكاترة غير أطباء بدون ما يرجع للماستر، أو إحنا دائما في الطب نعتمد على دراسات محكمة. في دراسات شاذة، إنه أنا سويت دراسة شاذة، دراسة واحدة غير محكمة وطلعت بنتيجة ممكن لها علاقة وممكن لا. هذه إحنا ما نعتمد عليها. خلينا عشان نقطع الشك باليقين. صحيح. إذا أردنا السؤال، يعني الله يكفينا شره ومن يشاهدنا الآن، إذا أردنا الحديث عن مسببات السرطان، المسببات الأساسية لمرض السرطان ما هي؟ ممتاز. دائما المسببات، في مسببات وراثية وهذه معروفة في الطب من جينات وتاريخ عائلي وتاريخ مرضي، هذا مثبت طبيا وبالفحص ممكن أنا أقول المريض هذا إذا كان فحص موجب العائلة حقته وسويت عنده فحص وطلع عنده موجب ممكن هو معدل إصابته بسرطان الثدي وارد، بسرطان مثلا وارد، أو مثلا أنا عشان جراحين أورام ثدي زي مثلا جين في الوراثي سرطان الثدي معدل إصابته يعني ممكن اكتشافه بوقت مبكر من خلال الفحوصات، ممكن اكتشافه ما بعد صار سرطان إذا كان الجين موجب، هذا المريض قابل لإصابة السرطان ب 80%. هذه أشياء مثبتة. في أشياء لها علاقة بالأكل، بنوعية أسلوب الأكل، الحياة،
اسلوب الحياه. مثلا لما نجي عند اليابانيين، مثلا اليابانيين عندهم نسبه اصابه بسرطان المعده اعلى من غيرهم بالعالم. ليش؟ لانهم عمليه طبيعه اكلهم اللي اعتقد اللي فيه المواد الصويا هذه او اللي فيها ملوحه عاليه هي اكثر من غيرهم من العالم، يتسبب لهم اصابه بسرطان المعده. القولون، سرطان القولون له علاقة بالدهون طبعا، وهذا شيء مهم جدا. يعني احنا لما نقول احنا الاعتدال في كل شيء مهم جدا، وهذا شيء سواء هو اعتقد هو حديث او مقولة مشهورة، ثلث اللي شرابه وثلث اللي اكله وثلث اللي نفسه. زين، لو استخدمنا هذه المعلومة او المقولة وطبقناها صدقني راح الانسان يتغير من اشياء كثيرة او يتخلص من اشياء كثير. عملية الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة، الاكثار من تقليل الحياة اللي احنا نسميها الحياة الراكدة، هذه اللي ما فيها رياضة، انت بتاخذ كميات كبيرة وسعرات حرارية عالية وتاخذ سكريات عالية، ما بتسوي رياضة، انت ما جالس تخسر شيء، تراكمات الكوليسترول، زيادة الكوليسترول في الدم، اكل الدهون مثلا في الاكل تسبب، دراسات مثبتة انها تسبب سرطان القولون. فهذه من الاسباب الاكل نفسه اللي احنا نتغدى عليه. طبعا زايدا عليه الكحول والتدخين هو اشياء معروفة. انا بسألك يمكن عن جزء وهو سرطان المعدة تحديدا، ويمكن كثير من الناس الان يعاني من الارتجاع وحموضة المعدة بشكل كبير جدا ويلجأ الى ادوية معينة، وفي كلام عن انه هذه الادوية اللي تعالج الحموضة وسرطان اللي تعالج الحموضة والارتجاع هي أيضا تسبب أحد مسببات سرطان المعدة. هل الكلام هذا إلى أي مدى أيضا دقيق؟ طبعا هي وقف دواء الزانتاك في الفترة الأخيرة أعتقد له علاقة بالموضوع. ليش كان يسبب؟ لم أطلع بكل أمان على المعلومة هذه بالتفصيل، لكن بالنسبة للارتجاع، نعم ارتجاع المزمن وعدم علاجه ممكن واحد من أسباب تغير الأنسجة في أسفل المريء، واحد من أسباب تغيرات إصابة المريض بسرطان المريء. طبعا الارتجاع له أسباب كثير، إحنا الحياة اللي نعيشها، التدخين، زيادة الدهون، القهوة، زيادة الحموضة، الأكل متأخر، كل هذه الشغلات هذه تسبب زيادة نسبة الارتجاع. تعرض أسفل المريء، لأن أسفل المريء أصلا خلق لأنه المفروض عضلات المعدة عضلات أسفل المريء تمنع ارتجاع، لكن مع كثرة الزيادة حموضة أنسجة المريء ما هي مثل أنسجة المعدة متحملة للبيئة الحمضية، فتتغير مع الوقت الأنسجة إلى أنسجة سرطان. حمضية تقصد حامض المعدة، حامض المعدة أسيد يعني أسيد. بالنهاية في التدخين، في الدهون، القلق اللي احنا جالسين نعيشه، القهوة اللي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كل الناس صاروا يشربون قهوة صباح ومغرب وعشاء يشربون قهوة، زود الحموضة يعني. طيب خليني أسألك أخيرا عن دور الجمعية السعودية لمكافحة السرطان في التوعية تحديدا أمراض السرطان. في الكثير صراحة من الإفتاءات اللي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي، ابغى دوركم اليوم، وين دوركم في انا دائما انصح بالعموم يعني في الموضوع هذا، يعني خصوصا المختصين زملائنا من ناحيه الاغذيه والاطعمه والمواد اللي لها علاقه بالموضوع هذا، دائما مصدر المواطن والمرجع له هي العامه للغذاء والدواء، موقع الهيئه، بدل انت ما تتصفح في السوشيال ميديا تصفح موقع الهيئه العامه للغذاء والدواء وتاخذ معلومه من مختصين في هذا المجال. اثنين، بالنسبه للمواقع المعلومات الطبيه للجانب الاخر، معلومات طبيه عندنا الجمعيات كامله، الجمعيات الطبيه، الجمعيه السعوديه للاورام، الجمعيات التخصصيه، كلها لها مراكز اعلاميه وتوعيه موجوده، لكن احنا ما بنشوفها. متحدثين رسميين يظهرون في متحدثين. احنا في الجمعيه السعوديه الخيريه لمكافحه السرطان انشئت هذه الجمعيه قبل اكثر من 15 سنه، لنا دور جزء من اولويات الجمعيه اللي هو التوعيه، التوعية بالسرطان. طبعا في توعية بالسرطان ايام القولون، ايام جراحة الاورام الاسبوع اكتوبر اللي هو التوعية بالسرطان الثدي. التوعية عندنا لها علاقة، اول شيء
فتح مراكز التوعية في كل مكان وقت الأيام العالمية. اثنين، عندنا الرأي والرأي الآخر، مثلا ممكن المريض هو يبغى رأي آخر يتصل على الجمعية ويعرض سؤاله، يعرض على مختص في مجال تخصصه يجاوب على السؤال الثاني. نعم. ثلاثة، التوزيع المنشورات اللي تعرضها الجمعية في موقعها منها إجابة لكل سؤال. في الأخير احنا يوميا الجمعية سواء في مواقعها في التواصل الاجتماعي سناب شات وتويتر وموقع الجمعية نرسل رسائل توعوية ورسائل طبية للمريض. جميل. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد الهاجري لكل هذه المعلومات القيمة حول مسببات السرطان. أتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت للعديد يمكن من يبحثون عن هذه الإجابات. ختامي هلا إلى اللقاء.